أكدت وزيرة السياحة سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي حرص الوزارة على الارتقاء بمختلف القطاعات السياحية في مملكة البحرين بما فيها السياحة التعليمية. جاء ذلك لدى زيارة سعادتها للكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة البحرين الطبية بحضور الشيخة رنا بنت عيسى بن دعية الخليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي والدكتور ناصر قائدي رئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض. وخلال اللقاء ناقشت الوزيرة الصيرفي دور الجامعة في تعزيز السياحة التعليمية في البحرين مستشهدة بما حققته الجامعة من إنجاز عظيم في استقطاب أكثر من 1300 طالب من 50 جنسية يدرسون مختلف التخصصات الصحية التي تطرحها الجامعة في جميع المراحل. وأشارت وزيرة السياحة خلال اللقاء إلى أن العلاقات التكاملية بين وزارة السياحة والمؤسسات التعليمية تتميز بمستوى عالي من الانتاجية في مختلف المستويات بما ينسجم مع استراتيجية ورؤى المملكة ووزارة السياحة.